الإسلام والمهنة. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ عبد العزيز المهباش، المستشار والخبير في الموارد البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز. نعطي المستمعين فكرة حول موضوع تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ما المقصود به؟ طيب الله يعطيك العافية عزام، شكرا لك. طيب هو برنامج تلتزم فيه جميع الدول اللي لديها عضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن هذا النظام تم صياغته بالطريقة اللي تناسب معتقداتنا وشريعتنا الإسلامية. جميل. وأيضا عاداتنا وبيئاتنا في السعودية نعم جميل. ما هو الهدف من هذه السياسة الوطنية تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وأي فئات تستهدف؟ طبعا يهدف البرنامج النبذ ومنع العنصرية، وفي عندك ركيزتين أساسيتين في المعاملة، أولا في الاستخدام والمهنة. يعني التركيز دائما لما نسمع المصطلح هذا يروح للأذهان دائما عند المستمع إيش؟ أن التفرقة المقصود فيها ذكر أنثى، لا غير صحيح. هنا يدخل فيها طبعا رغبة الشخص في العمل وكفاءته، هذه تكون المقياس فقط اللي يقاس عليه عملية تعيين هذا العامل أو الموظف. فمعناته أنه يمنع التمييز بين ذكر وأنثى، يمنع التمييز بين أصحاب الإعاقة والسويين أو الأسوياء، يمنع أيضا التفرقة بالأعمار. مثلا خليني أفرض أنه أحد عمره 40 سنة وحاب يتوظف، يمنع التفرقة في هذا الشيء. نعم. وهل هذا له انعكاسات على موضوع يعني التوطين، السعودة، ولا ما له علاقة؟ بالتأكيد أخي عزام. ليش؟ لأنه اليوم تم تعديل المادة الثالثة من نظام العمل والعمال، يعني اختلف شوي النص. كان سابقا أنه العمل حق للمواطن، ولكن في حالات معينة بإمكاننا جلب عليها غير المواطنين. الآن تم التعديل في صياغة هذه المادة، فبالتأكيد راح ينعكس على عملية التوطين أو أرقام التوطين. نعم. ما هي آلية تنفيذ هذا القرار والمعايير لقياس التنفيذ؟ طيب خلينا نشوف. أي نظام يصدر من مشرع هو يعتبر نظام وتشريع ملزم للجميع ويلتزم فيه جميع القطاعات. احنا نتكلم سواء قطاع عام ولا قطاع خاص، يلتزم بتطبيقه. ولكن المهم في الأنظمة دائما هي مراقبتها وليس فقط صدورها. يعني اليوم انت بإمكانك تشرع، لكن المهم بشكل كبير جدا المتابعة ومراقبة هذا التشريع، هل هو منفذ على الأرض ولا لا. اليوم حجم يعني الشركات أو خليني أقول المنظمات اللي زي ما احنا شايفين، عملية في بعض المنظمات للأسف عملية أنه مثلا ما وظف شخص كبير في السن، ما وظف شخص مثلا خليني أفرض كان سجين وتاب، طيب خرج خلاص ما له حق يعمل؟ لا، له حق يعمل. نعم جميل. النساء مثلا عانوا في عملية، انت شفت انه في كثير منهم ما كان عندهم فرص، الآن انفتحت الفرصة بشكل كبير لهم يمكن المرأة. ففي كثير مثلا بعمر 40 42 45 تبغى تتوظف، فتجد معاناة عالية من كثير من شركات وبالذات القطاع الخاص. نعم جميل. طيب نسمع من يعني كل أسبوع من وزارة الموارد البشرية انه توطين القطاع الفلاني وتوطين القطاع الفلاني، هل في تعارض بين هذا النهج اللي يسعى إلى تقليل نسبة البطالة بين المواطنين وهو حق لهم، وأيضا هذه الأنظمة والقوانين اللي لها علاقة بتشريعات دولية؟ لا بالتأكيد. ليش ما في تعارض؟ لأنه أصلا كل الدول عندها إعطاء المواطن وظيفة أو العمل للمواطن هو حق. فمعناته أنه أول شيء أني أنا أجيب هذه الوظيفة وأجيب هذا العمل للمواطن. بعدها إذا أنا ما وجد عندي الكفاءات الكافية أقوم بتعيين جنسيات أخرى، فهنا ما فيها إطلاقا أي عنصرية أو تمييز. ليش؟ لأنه اليوم لو أفرض أنه أحد من جنسية من دولة أخرى مثلا أو جنسية أخرى، فهو من باب أولى بلده ملزمة بنفس البرنامج هذا. نعم جميل. ذكرت في البداية أستاذ عبد العزيز أنه تم الموافقة على هذه أو على هذا النظام المساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة بما يتوافق مع قيمنا ومبادئنا في المملكة العربية السعودية. صحيح. ما هي أبرز النقاط اللي يعني تم الموافقة عليها والأشياء اللي تم التحفظ عليها الموجودة على مستوى العالم؟
يعني الموجود على مستوى العالم. يمكن احنا عارفين يعني فكرة اليوم المساواة ما بين بعض الـ 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 يعني احنا عندنا خليني اقول معتقداتنا الاسلاميه اللي احنا جالسين نتبعها. يعني من الصعب اليوم اني اوافق على جنس اخر غير الذكر والانثى صحيح في التعيين. مثلا من الصعب اني اتدخل في عمليه الديانات او عمليه هذه الامور. اللهم لك الحمد احنا مجتمع اسلامي غير عنصري. فهذه كانت الصياغه اللي احنا نحتاجها فعلا. نعم، لكن اللي نحتاجه اكثر هو التاكد من تنفيذها. ويعني المملكة العربية السعودية كنموذج على مستوى العالم اليوم يعيش بيننا تقريبا 200 جنسية لا يشعر لا بتمييز ولا بعنصرية، وتمنح لهم فرص العمل. وكم من شخص قدم من أصقاع الدنيا إلى هذه الأرض المباركة وحقق أحلامه وبنى مستقبله له ولأبنائه وحتى لأحفاده. فالمملكة العربية السعودية احتضنت هذه الملايين أو هؤلاء الملايين من البشر الذين طبعا قدموا للمملكة خدمات، وفي نفس الوقت المملكة قدمت لهم هذه الفرص اللي يمكن دولهم لم تمنحها لهم. أتفق معك 100% عزام، لكن أيضا اليوم لما نشوف مثلا عدد العاملين في السعودية والجنسيات اللي موجودة في السعودية كلها، لن تجد أحد اللهم لك الحمد يعاني من موضوع عنصرية. لكن خلينا ننتبه لنقطة أنه هذا النظام مش نظام عنصري. هذا النظام لدرء العنصرية، فهذا مضاد لنظام العنصرية. نعم جميل. كيف يمكن لرب العمل أن يتعامل مع هذا النظام عشان ما يقع في مخالفات له؟ ببساطة شديدة يبتعد عن التمييز العنصري. يعني اليوم بحكم ان احنا مجتمع قبلي مثلا، يعني ابتعد اليوم عن عملية اني انا بس بوظف مثلا من قبيلتي او بوظف من منطقتي او بوظف مثلا ذكر فقط او بوظف اناث فقط، او يعني نبتعد عن هذه العنصرية. واحد اثنين، نبتعد عن فكرة انا ما راح اوظف مثلا ذوي الاعاقة، ما راح اوظف والله اللي عمره كبير في السن. وهذه من الأخطاء أصلاً اللي تحصل، واللي أغلب خليني أقول العلامة في الموارد البشرية يقول لك دائماً ابتعد عن فكرة أنك أنت يعني تعارض توظيف أحد فقط لعمره أو لشكله أو للونه أو لسنه. ابتعد، أنت جربه دائماً. المقياس خليني أقول الحقيقي هو لما تشوف الشخص يعمل على أرض الواقع وتشوف إيش مخرجاته. أنت بالأخير شركة يهمك أو مثلا منظمة يهمك اليوم مخرجات هذا الشخص، بغض النظر هو والله كيف حالته، هو والله إيش جنسه، إيش جنسيته، إيش وضعه، كم عمره، هذه ما تهمك كلها. نعم صحيح. وإن شاء الله يعني المسؤولين في الموارد البشرية في كل القطاعات لديهم هذا النضج والوعي وأيضا النظرة الإنسانية. أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ عبد العزيز المهباش المستشار والخبير في الموارد البشرية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز. شكرا أخوي عزام، شكرا لك.